تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت الهيئة العامة للرياضة النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية 2024، وذلك في مجمع صلاة عيسى بن راشد الرياضية بمدينة عيسى الرياضية. هذا وشهدت الدورة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي توج الفائزين في نهاية الفعالية. بدوره عبر سمو الشيخ سلمان بن محمد عن جزيل شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد على توجيهاته الكريمة للهيئة العامة للرياضة لتنظيم النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية، مؤكدا على أن هذه المبادرة حققت نجاحا كبيرا للعام الثالث على التوالي من خلال تعزيز روح التواصل بين أفراد الأسرة الرياضية وجمعهم في أمسية رمضانية مميزة. وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة بالحضور الكبير الذي شهدته دورة الألعاب الرياضية 2024 مثمنا التفاعل الكبير الذي أظهره رؤساء الأندية والاتحادات عبر المشاركة الإيجابية في هذه الفعالية، مشيرا سموه إلى أن التعاون والتنافس بروح رياضية هو أبرز الأهداف التي أطلقت من أجلها هذه المبادرة، مشيدا سموه كذلك بالمستوى التنظيمي للدورة. وكانت الهيئة العامة للرياضة قد نظمت النسخة الثالثة من دورة الألعاب العربية دورة الألعاب الرياضية وسط حضور أكثر من 70 مشاركا يمثلون رؤساء الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية في المملكة في 8 ألعاب رياضية، هي كرة القدم المصغرة والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة، بالإضافة إلى الدارتس وتصويب كرة القدم والملاكمة وشد الحبل، بجانب فقرة الأحماء والفحوصات الطبية التي سبقت انطلاق منافسات الدورة.